مشاهدينا دلوقتي الساعة 8 دقة ساعة الموجز تفضل يا هالة شكرا بسند الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله المتابعه لجهود تقنين اوضاع المواطنين وانهاء ممارسات الاستيلاء على اراضي الدوله بمختلف محافظات الجمهوريه جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف المحافظات حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول أيضا حالات التصالح حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحمايه الاراضي الزراعيه أكد الرئيس السيسي دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق جاء ذلك خلال استقباله للرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث أعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد بمدينة العالمين الجديدة بحضور الرئيس الفلسطيني هذا وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد أيضا مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية حيث تم التجديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على اساس حل الدولتين من جانبه توجه الرئيس الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على استضافة مصر لهذا الاجتماع المهم واحتضانها التاريخي للقضية الفلسطينية ولشواغل الشعب الفلسطيني أعلن الجيش الروسي ومسؤولون في العاصمة الروسية موسكو اسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، مشيرين إلى أن إحدى الطائرات أفلتت من الدفاعات وضربت مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق خلال الأسبوع المنقضي، وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجوما إرهابيا على حد وصفها من قبل نظام كييف، وأسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الواقعة إلى الغرب من وسط المدينة، وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مسيرة أخرى أصيبت بأجهزة إلكترونية لاسلكية، وعندما خرجت عن السيطرة تحطمت في منطقة مجمع المباني غير السكنية في موسكفا سيتي. ذكرت وكاله رويترز نقلا عن وكالات انباء روسيه ان سته اشخاص لقوا حتفهم في قصف اوكراني على مدينه دونسك وقريه في منطقه زابوريجيا ياتي ذلك فيما ذكرت وكاله الانباء الروسيه تاس ان ثلاثه اشخاص قتلوا واصيب احد عشر اخرون في قصف اوكراني لمدينه دونسك حيث قال رئيس المناطق التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك ان الضحايا سقطوا بعد ان اصابت قذائف اوكرانيه حافله مدنيه فيما اشار حاكم منطقه زابوريجيا الى ان ثلاثه اشخاص قتلوا واصيب نحو خمسه عشر اخرون بعد قصف اوكراني لمتجر محلي في قريه باسان أعلن الجيش الأمريكي أن رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي تحدث هاتفيا مع رئيس أركان جيش النيجر عيسى نيجر عيسى عبد الصديق قبل أيام وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي أن الاتصال تناول مناقشة سبل سلامة المواطنين الأمريكيين وكذلك الوضع في النيجر أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم نشر قوة شرطة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في هيتي، متعهدة بأن تقود الجهود في مجلس الأمن الدولي لإصدار التفويض لها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد الموارد لدعم هذه القوة المتعددة الجنسيات، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد ماهية المساعدات سواء المالية أو المادية التي يمكن At to um, uh, talk directly with Ukraine. If your question was with respect to what other countries. أوصى خبراء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراج مدينة البندقية وبحيرتها على قائمة المنظمة للتراث العالمي المعرض للخطر، مشيرة إلى أن إيطاليا لا تفعل ما يكفي لحماية المدينة من أثر تغير المناخ والسياحة الجماهيرية. وقالت اليونسكو أن التدابير التصحيحية المقترحة من إيطاليا غير كافية وليست مفصلة بما يكفي في الوقت الحالي وأضافت أن إيطاليا لا تتواصل بصورة مستدامة وبناءة منذ آخر جلسة لها في اللجنة في عام 2021 حينما هددت اليونسكو بالفعل بوضع البندقية على القائمة السوداء ورياضيا أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع الدولي البرازيلي فابينو لاعب ليفربول الإنجليزي وأوضح اتحاد جدة أن فابينو وقع عقدا مع الفريق يمتد لمدة ثلاث سنوات دون الكشف عن الجوانب المادية إلا أن تقارير صحفية ذكرت أن ليفربول سيحصل على 45 مليون يورو مقابل بيع فابينو إنتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل